السلام عليكم. الاسم ديالي مبروكي الحسن. اليوم اديت واحد الواجب ديال التصويت، مشيت صوت بقناعه، صوت بقناعه، وتنتمنى الخير في الحزب اللي صوتنا عليه يمثلنا احسن تمثيل، لان صراحه عينا من الوعود الكاذبه. واليوم انا اديت واحد الواجب الوطني، انني اديت النداء ديال صاحب الجلاله باننا باش نمشيو ننتخبوا، ومشيت انتخبت بقناعه، وتنتمنى الخير في هذا الحزب هذا اللي انا صوتت عليه يمثلنا احسن تمثيل، لان الحياه الجميله في العهد الجديد. وتنقول الإخوان صوتوا وصوتوا الحزب اللي انتم مقتنعين به، اللي غيعيشنا السعادة والخير باقي القدام. والشعار ديالنا الله الوطن الملك. هذا معكم انا المرشحين غادي نخدموا الجامعة ديال عين حروده، حاجه طبيعيه، لان الاطر اللي كاينه ان شاء الله فيها الخير ان شاء الله. تنشوفوا ناس في المستوى غي على حسب القناعه ديالي انا بان الناس في المستوى وغيمثلونا احسن تمثيل، وتنتمنوا اليوم الخير. والسلام عليكم. السلام عليكم. معكم مصطفى معاد من عين حرودة، غارديان حدا مقهى لسيتوياه في الشارع قرب الدرك الملكي. انا مشيت اليوم اديت الواجب ديالي، صوت السيدي مني من الناس كمواطن، الحمد لله ادينا الواجب انا والوالد والدار كاملين، لا فامي كامله. المهم انا كنوجه واحد الرساله لهذا الرئيس اللي غادي ان شاء الله اللي غادي يطلع عندنا هنايا في عين حروده. بغينا نوصلوا له الرساله مهمه. حنا يا سيدي ادينا معهم الواجب باش يشدوا البلايص ديالهم، ولكن ملي غادي يشدوا ان شاء الله البلايص ديالهم خاصهم يقوموا بالواجب ديالهم، حيت هاد الناس هادو راه دابا راه مشكله. دابا راه بنادم ملي كيطلع كيدير كيكثر عليه قوه المشاريع، قوه بلانات، قوه كذا، الدري واش كيتنسى. صافي حنا دابا بالنسبه لنا حنايا كنسكنوا في حرودات دوار ولا سيدي علي بن عزوز، هنايا في عين حروده، هنايا قريبه، هو في مقر 17. ولكن عندنا مشكل اسيدي في واحد البوله حدا الدار، حدا الدار تمايا بالليل مع ميقات كطيح الخاميه، مع ميقات العشاء حتى واحد ما كتشوف فيه حداك، الظلمه كليا، عينا ما الغوت. ودابا تقريبا شحال من عام وحنا كنغوتوا على هاد البوله، وبالخصوص الماء تا هو بنهار والو، تا كينعس بنادم عاد كيولي داك الماء، كيولي الماء بخير، تا كينعس بنادم ولا مع الفجر مع الصباح. حنا بغينا عندنا سيدي هاد الضو يقود لينا، والماء تا هو راه مهم ضروري. واش بنادم كيبغي يغسل المواعن، كيبغي يتوضا، كيبغي بزاف ديال، حيت الماء راه هو كلشي، الماء هو الاساس، والضو الله يقاد ندار مع العمر. المهم الله يرحم الوالدين، حنا كنوجهوا الرساله لهاد المسؤولين، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. راه الوالد راه فيت مدير فيديو، ولكن راه ما جابش الله. المهم كنتمنوا في هاد الناس اللي انتخبنا عليهم وصوتنا عليهم وعطيناهم اللي يستاهلوا اكثر، المهم حتى حنا بغيناهم يقوموا بالدرويش. الدرويش راه هو كلشي، راه ماشي بنادم يبقى يشوف في دوك الناس اللي عندهم، وراه الناس اللي ما عندهمش راه هما الاولين، الناس الفقراء راه كنا سواسيين كاسنان المشط، راه ملي كنمشيو لهيا راه كنا كنوليو بحال، واش فهمتي؟ والله يجازيكم بخير، والله يرحم لكم الوالدين. المهم راه حنا مشينا ادينا المسؤوليه في هذا الصباح، ادينا الواجب ديالنا، ونتمناو ان شاء الله يكون شي ولد الناس حتى هويا اللي غادي يفهمنا ويفهم الدراوش، واش فهمتي؟ بالخصوص الدراوش، والله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم. يلا اليوم الحمد لله مشينا صوتنا بنظام وانتظام، ودرنا الكمامات الحمد لله على حسب كورونا، وداز داكشي زوين، وحفزنا الناس باش حتى هما يخرجوا يصوتوا، ويصوتوا باحرى بداكشي اللي بغى واللي يستحق، اللي خدمنا البلاد ديالنا، واللي خدمنا الشباب ديالنا، واللي خدمنا وليداتنا الحمد لله، لان الناس راه ضايعين. حنايا تمنينا الخير في هاد الناس اللي صوتنا عليهم، كيف ما تمنينا فيهم الخير حتى هما يبينوا الخير ديالنا عليهم ان شاء الله. وراه كلشي داز بخير وعلى خير والحمد لله، والناس خرجات وصوتات، ونتمنوا الخير يا رب. الرساله ديالك لهاد الناس اللي نجحوا، واش تقولي لهم؟ هاد الناس اللي نجحوا بغيناهم يخدموا البلاد ديالنا، بغيناهم يخدموا الشباب، بغيناهم يشوفوا الناس اللي ما فحالهم، يشوفوا الناس المحتاجين للعمل ولا الاكل ولا لكل حاجه، راه حيت الناس راه محتاجين لبزاف الحوايج. كيف ما عطيناهم الاصوات ديالنا يخدمونا، ماشي عطيناهم الاصوات ديالنا باش ان شاء الله يحفزوا العائلات ديالهم، يحفزوا وليداتهم، وخليوا وليدات المغرب وكذا، لا
خصهم حتى هما يشوفوا من الحالات ديال الناس اللي لاحوا الاصوات ديالهم، ونطلبوا الخير للجميع، واللي فيه الخير الله ياتي به ان شاء الله، والحمد لله على كل